على ياسين بونو. يلا يا جماله حاجه رائعه يعني. لا لا ده متالق جدا يعني. ياسين بونو واحد من افضل الحراس على مستوى العالم جدا لان قوه ما شاء الله عليه. وشوف ياسين بونو مع ياسين بونو ده حكايه يعني. انا بدو الزكي قال ايه؟ قال هيطلع حارس هينسي الناس بدو الزكي. بيلعب للكره وبونو لانه بونو حارس الموسم لقطه الموسم. وياسين بونو خطير خطير يعني. بشوف بدو الزكي بقى بعظمته بمناسبه ياسين بونو. كابتن احمد شيء بشيء يسكن حلوه الدردشه دي. ياسين بونو يتقال عليه بين قوسين يعني الحارس البارد، هادي قوي هادي جدا، ورغم كده هو متالق ورائع. لا خلي بالك ظبط معدلات التوتر ده من جزء من التدريب هايل يعني. انت عشان تشوف الهدوء ده يبقى في شغل اتعمل كويس جدا عشان يبقى معدلات التوتر في مسارها الطبيعي. مستحيل 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 بونو. وانا زي ما قال الكابتن بونو بونو بونو. هو كان المباراة كل الأخطاء اللي وقع فيها جيسوس من بداية المباراة بالتشكيل. ليش الأخطاء اللي وقع فيها؟ يعني أول شيء يعني دخوله بتشكيل ما كان هذه المباراة خمس تسديدات بونو أنقذها وبقى الفريق في المباراة. لذلك أقول لك أخطاء جيسوس كانت كبيرة، أخطاء اللاعبين ما فيهم البلاهي والخطأ البدائي اللي وقع فيه والساذج يعني شيء يعني غير مبرر. كل هذه الأخطاء جمعها بونو وحماها وأعطى الفريق هالبطولة اللي أجد أنها مستحقة للهلال، وأجد أيضا النصر كان يستحق هذه البطولة. لكن في النهاية فعلا وجود حارس مثل بونو، بالتالي السنة الجاية أعتقد جميع الفرق بتركز أنها تجيب حارس بمستوى غير عادي ولن يرضى بحارس نصر. لا ما أقصد على بونو أكيد، لكنه بيحسون أنه الحارس فرق في هذا الدوري. أكيد أكيد. خلاصة الموسم بونو، أنا حطيت مالكم يمكن نجم الموسم، معلش اقدر اغير تغير بونو. بونو بلا منازع. خلينا نقول مالكم نجم الدوري بس بونو نجم الموسم. بونو لما انت تصير في موقف سيء في المباراه يشيلك على اكتافه. صحيح. بونو انا بالنسبه لي هو من رفع اسهم خيسوس، واعتقد حتى اغلب لعيبه الهلال. علشان كذا انا اقول لك اليوم المباراه فيها اشياء غريبه. اقل ما في النصر هم اجانبه، احسن ما في النصر هما تقريبا أيمن يحيى أولا، سلطان الغنام، اللاعبين المحليين. الهلال بصراحة ليش احنا لما نقول بونو نجم المباراة، هذا يعني أن النصر خلق فرص حقيقية ولا سجل، لأنه الحارس بونو. من اللي لعب أفضل؟ أنا رأيي من يصنع الفرص هو اللي كان أفضل. النصر كان يصنع فرص أكثر من الهلال، والهلال طول يعني المباراة ولا شوط ثاني؟ الشوط الثاني بالتأكيد، لكن الشوط الأول حتى بداية الشوط الثاني كان الهلال أفضل بالمناسبة، لكن الشوط الأول صحيح كان يعني فيه تكافؤ، لكن كان النصر اللي يصنع الفرص الحقيقية. يمكن الهلال عنده فرصتين، لكن النصر الحقيقة فرص يعني تقدر تقول هدف المفترض. صحيح. تواجد بونو أعتقد كان يغير كل شيء في المباراة. إلى بونو رحب فيك، مبروك، مباراة كبيرة، مباراة عظيمة، مباراة تظهر فعلا قيمة اللاعب ذو الجودة العالية. الحمد لله كمسي مباراة كبيرة ما بين زوجنا الفرق الكبار بلاعبين كبار. الحمد لله النهائي كان في المستوى. رغم الطردين اللي حصلت الهلال، وكنت جالس مع مجموعة من الناس يتفرجوا المباراة، ما سلموا الهلاليين، قالوا موجود معنا بونو حتى لو رحنا ضربات الجزاء. وصراحة يعني المجموعة اللي عند نادي الهلال كل مباراة يعني كيجيوا شوية الصعوبات فكيبينوا على القوة ديالهم، فالحمد لله كيمشي وخا بلاعب ناقص فقدرنا يعني نكملوا في المباراة واحد المستوى عالي، وكيمشي اللاعبين بدنيا كانوا في مستوى كبير، هذا الشيء اللي خلانا ما نستقبلوش ونبقاو حتى ضربات الترجيح. كابتن لما بكلمك على مباراة مثل اليوم ما شاء الله تبارك الله، يعني تحققوا بطولة كأس الملك في نهاية الموسم، تتكلم عن ثلاث بطولات محلية، تداوي ألم الخروج الآسيوي؟ وكما شتي يعني الفريق كان عازم باش يحقق كاع الألقاب اللي كان فيها، ولكن كرة القدم هي هذه، فالواحد كيدير المجهود ديالو، وبعض المرات ما كيكتبش الله، ولكن الحمد لله يعني الخلاصة ديال كل شيء، فكنظن أن الفريق دار موسم استثنائي. سؤالي الأخير كابتن، الطاقة المتبقية لديكم كلاعبين في نادي الهلال، كم مباراة ممكن تلعبوا بعد اليوم؟ ماشي الحمد لله، فهي اكثر من فريق هو عائله صراحه، كتحس بواحد الروح ما بين اللاعبين الحمد لله. ما جاوبتني، الطاقه المتبقيه لديك بونو وزملائك اللاعبين
كم تقدرون مباراة تلعبون بعد اليوم ولا خلاص؟ صراحة تعبنا كثير اليوم صراحة. كنا واحد وصلت واحد اللحظة اللي ما صراحة كان صعب بدنيا. الحمد لله. ألف 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 مبروك، نجم كبير ومستوى عالي وأخلاق عالية ومحبة كبيرة من الجماهير. شكرا، تحية لكم. شكرا.